كما شدد رئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف. وأوضح الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أوضح أنه لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة. 18 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم، وقلت أنا هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري. طب ليه؟ لأن كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي إن إحنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الأموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده. لما نسيبه كده كان ممكن أول نتكلم على أرقام ضخمة جدا، تكلمني في 80 و90 ما هو كده بقى. لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي، والدكتورة هالة تصلح لي 45-50 بين الرقم بتاع المشروع رأس الحكمة وبين الاتفاق مع الصندوق 8-9، مش كده دكتورة؟ وتفضل استريح، تفضلي. والاتحاد الأوروبي وأيضا أي أمور أخرى، لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إن أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب، يبقى أنا ممكن أنجح. لكن غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر.